الصور التي نراها باللونين الأبيض والأسود تعود لبداية الحرب اللبنانية، ومن الطبيعي عدم تكرارها من جديد، لكن في لبنان يبدو أن أحداً لم يتعظ، بدليل أننا عدنا ورأيناها مجدداً. لكن الصور الأصعب كانت لأهالي تلاميذ المدارس، وهم يحاولون سحب أولادهم من المدارس التي تحول محيطها إلى ساحة رعب في لحظات، وتحولت أروقتها وطوابقها السفلية إلى ملاجئ. مصدر متابع قال لصوت بيروت انترناشنال أن المستغرب كان تصرف وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي ووزير التربية عباس الحلبي، اللذين أصرا على السماح للطلاب بالذهاب إلى المدارس على الرغم من كل التوتر الذي سبق ليلة التحرك، وكادت تلك القرارات المبنية على قلة خبرة سياسية أن تتسبب بكارثة في مدارس بيروت.